لاجتياح غزة عينت إسرائيل العميد موشي تمير. هذا التعيين أثار استغراب كثيرين بسبب إخفاقات لا تليق برجل برتبته. وأبعد من ذلك مشاهدينا، فالرجل لا يؤمن بقدرة الجيش على الاجتياح. لكن ما هي أبرز الإخفاقات التي شوهت مسيرته العسكرية؟ الإخفاق الأول مسجل باسمه كان عام 1993 عندما كان قائدا في لواء جولاني برتبة مقدم. قتل حينها جنديان إسرائيليان في وحدته بصعقة كهربائية بسبب خلل في الأجهزة في موقع عسكري قرب بلدة الطيبة في جنوب لبنان. الإخفاق الثاني حصل عام 1996. قاد تمير قسم العمليات في لواء الشمال، وتحت قيادته نفذت عملية عناقيد الغضب التي تم فيها قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، وقتل حينها 10 مدنيين معظمهم أطفال و4 جنود من الأمم المتحدة. في سجله الأسود أيضا مشاهدينا حادثة لافتة، وكانت عام 2007. أحضر تمير نجله القاصر إلى معسكر الجيش وسمح له بقيادة بلدوزر عسكري من دون أن يكون مؤهلا لذلك، واصطدم ابنه بسيارة مدنية. القصة علمت بها الشرطة، وتم إنزال رتبته العسكرية من عميد إلى عقيد، وحكم عليه بالسجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ. تساؤلات أخذت في التصاعد، هل تزيد إسرائيل إخفاقها بعدم توقع هجوم حماس بإخفاق آخر عبر العميد تمير هذه المرة؟ لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.